موجز لأهم الأنباء من النبأ، أهلا بكم. أكدت شركة البريغا لتسويق النفط في بيان لها توفر الوقود بمستودعات الشركة وأن توزيعه مستمر بشكل اعتيادي. قالت الشركة في ذات البيان إنها تفاجأت من ازدحام محطات الوقود بطرابلس، مؤكدة عدم تسجيل أي اختراقات. هذا وأوضح مصدر للنبأ أن مستودعات الشركة تعرضت للسطو من قبل مجموعة مسلحة أغلقت مستودعات الشركة بالإكراه وسرقت أكثر من 1000 اسطوانة غاز. كما تشهد معظم المحطات بالعاصمة طرابلس ازدحاما صباح اليوم من قبل المواطنين لغرض التزود بالوقود. أكد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص سيطرة قوات العملية على محكمة الأحوال المدنية ومبنى مصرف الادخار بالحي رقم 3. كما سيطرت قوات العملية بحسب المركز على مخزن للذخيرة يحتوي على كميات من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة ورؤوس التفجير التي كان يستعملها عناصر تنظيم الدولة. هذا وتواصل قوات البنيان المرصوص تقدمها باتجاه آخر معاقل تنظيم الدولة بالحي رقم 3. جددت ميليشيات حفتر قصفها بالأسلحة الثقيلة على المنطقة السكنية بجنفودة بعد هدوء ساد المنطقة بحسب مصدر من مجلس شورى الثوار بنغازي. كما أفاد المصدر بأن ميليشيات حفتر تقوم بإغلاق الطرق المؤدية لمناطق سيطرة الثوار بالجوارشة بسواتر ترابية مع رصد مقاتلي مجلس الشورى لتحركاتهم في أكثر من جهة بالمنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.